إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا روى ابن حبان عن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. معنى ذلك أن هذا الدعاء فيه اسم الله الأعظم.